يا مساء الخير والبركة على كل متابعين أكلنا بالمصري. بعد تجارب كتيرة قوي لطرق كتيرة للفطير المشلتت، النهاردة أقدر أقول لكم على أسهل وأسرع طريقة أنا بعملها بتخليني أعمل الفطير من غير مساحة كبيرة ومن غير مفرد ومن غير مورق وكمان من غير فرن، والنتيجة ممتازة، طري ومستوي مظبوط جدا. يلا بينا نشوفها مع بعض. في الأول كده بسم الله هحتاج لكيلو دقيق هحطه في حلة العجان مع معلقة صغيرة ملح وكوبايتين ونص مية. طبعا كيلو الدقيق عندي بياخد كمية مية اكتر من كده، بس مش كل الانواع اللي احنا بنستخدمها زي بعض، فابتدي بكوبايتين ونص. وبعد كده بعد ما نلم العجينة هنشوف الدقيق محتاج سوائل تاني ولا لا. انا هشغل العجان، ولو انت هتعجني بايديكي برضو هتلمي العجينة بايديكي، لو لقيتيها لسه ناشفة كده ومحتاجة سوائل تقدري تحطي معلقة او معلقتين، ممكن تحطي ربع كوباية وممكن تحطي نص كوباية كلها. كيلو الدقيق معايا اخد 3 كوبايات مية، ممكن معاك ياخد الكمية كلها وممكن اقل شوية. المهم ان العجينة لازم تكون معانا طرية ومظبوطة، احنا مش عايزينها متماسكة قوي ولا طرية بزيادة. هنبتدي نشكل على طول، هنحط العجينة على الرخامة ونعملها على شكل رول، وناخد منها قطعيات ونقطعها على شكل كور او نشكلها على شكل كور. طيب هنعمل كيلو الدقيق كام فطيرة؟ انا قسمته لتمن قطع، هدهن وش كل كورة بدهنة زيت بسيطة وهغطيها بالكيس وهسيب كور العجين ترتاح لمدة نص ساعة. بعد كده هنبتدي نفرد. طيب احنا هنا كده نقدر نعمل 8 فطاير، طيب كده حجمهم هيبقى صغير، ممكن نعمل فطيرة كبيرة، ممكن نعمل فطيرة كبيرة، وهنشوف دلوقتي هنعملها ازاي من نفس القطعيات اللي احنا عملناها. فانا عاملة الكمية دي على انهم 8 فطاير بحجم صغير او ممكن حجم يعني متوسط. ففردت الاول العجينه على دهنه زيت على الرخامه، فردت العجينه بمساحه كده قد صينيه الشاي يعني صينيه صغيره، ودهنتها بالزبده، وبدات ان انا بالمقطع اقطع حروف العجينه بالشكل ده، وهاخد كل جزء واطبقه في نص العجينه. الطريقه دي من اسهل الطرق اللي انا جربتها، وتعتبر الطريقه اللي بعتمد عليها مع الفطير اللي حجمه صغير. لكن الفطير اللي حجمه كبير في طريقة طبعا افضل من دي انا بعملها بتريحني اكتر طبعا مع الفطير اللي حجمه كبير جدا. المهم دلوقتي احنا بنطبق العجينة بالشكل ده وبنقلبها على كف ايدينا، وبناخد الاطراف كلها ندخلها على العجينة من ورا كده، ونبتدي نلمها ونقلب العجينة تاني ونرصها في الصينية تاني نحطها في مكانها. نعمل مرة كمان علشان نشوف، دهنة زيت بسيطة على الرخامة وناخد كرة عجين ونبتدي نفردها مساحة بسيطة جدا زي ما انتوا شايفين، مش هتحتاج معانا يعني مساحة كبيرة من الرخامة او ترابيزة كبيرة ولا حاجة. هندهن وش العجينة بالزبدة، الزبدة عندي لازم تكون طرية عشان تتوزع كويس. ممكن نحط مع الزبدة معلقتين ثلاثة سمنة، ممكن نحط كمية من الزيت بس علشان تاخدي كتير ونتيجة كويسة الزبدة طبعا أفضل حاجة، وتقدري تستخدمي أي نوع زبدة متاح عندك. ناخد كل الأطراف اللي قطعناها بالقطعة وندخلها في نص العجينة فوق بعض بالترتيب، بس آخر قطعة دي بنحاول إن احنا نفردها على وش العجين ونقفل بيها الفطيرة. آخر قطعة بص انا بفردها سنه كده وبقفل بيها الفطيره، باخد الاطراف كلها وببتدي المها في العجينه او في كره العجين بالشكل ده، وهرجعها تاني في الصينيه وهكمل الكميه كلها. بعد كده هبتدي افرد الفطيره في الصينيه، بجيب الصينيه وبدهنها دهنه زبده بسيطه ومعاها شويه زيت لان الزبده بتتحرق بسرعه. وعلشان نعمل فطيره بحجم كبير هنشوف اول خطوه، هنا نقدر نستخدم كورتين مع بعض او ثلاثة مع بعض كده هتدينا فطيرة بحجم كبير. في الاول هاخد كرة واحدة، ودي اول واحدة انا فردتها كده قعدت كام دقيقة والعجينة ارتاحت معايا كده هتتفرد معايا، دهنت وشها بدهنة زبدة برضو، وخدت الكرة التانية وحطيتها من فوق وبرضو دهنة بسيطة، وهبتدي هنا بقى الم الاطراف اللي بره على الكرة اللي جوه بالطريقة اللي انتوا شايفينها كده. كده احنا عملنا فطيرة بحجم كبير من كورتين عجين من اللي احنا فردناه. بقلبها الناحية التانية علشان يبقى وش الفطيرة متساوي. وهنا بقى هنبتدي نعمل القطعيات اللي احنا عملناها لوحدها، برضو الصينية بدهنها بزبدة وزيت، وهجيب كورة عجين وهحطها في النص وهبتدي ان انا افردها. طبعا العجين معايا مرتاح فبيتفرد معايا على طول. لو حابة تسوي في الطاسة برضو هنعمل بنفس الطريقة، الفطير ده كله احنا هنسويه على نار البوتاجاز من فوق، وهنشوف طريقة تسوية سهلة جدا. طبعا زي ما شفتوا كده طريقة الفرد مفيش اسهل منها، مش بنحتاج مساحة كبيرة ومش بنحتاج ان احنا نفرد على ترابيزة كبيرة ونبتدي نطبق ونورق، مجرد مساحة صغيرة بس بنفرد عليها. علشان نسوي تسوية مظبوطة الاول النار بتكون عالية
بحط الطاسة، طبعا الطاسة هنا مش سخنة، فأنا بحطها على نار عالية لمدة دقيقة. أول ما بحس إن الزيت والزبدة اللي في الطاسة بدأ يشكشك كده بالطريقة دي، بخلي النار متوسطة أو أقل من المتوسطة، حاجة بسيطة، وبرجع الفطيرة تاني وبسيبها لحد ما تشمع. أنا مش عايزاها تاخد لون قوي من تحت، مجرد ما تشمع بس ولون العجينة يتغير بالشكل ده بقلبها الناحية التانية، تاخد لون بقلبها كمان كده، مش فاضل غير ان انا اقلبها مرة واحدة وكده هتاخد اللون النهائي. زي ما انتوا شايفين كده طبقات الفطيرة بدأت تورق وتنتفخ وفيها هوا. نشيل الطاسة على طول ونحط الصينية التانية. طبعا النار مع الطاسة كانت متوسطة، هنا انا عليتها تاني وهسيبها لمدة دقيقة عالية لحد الفطيرة ما تشمع، وبعد كده هخلي النار متوسطة. لازم الفطيرة على نار بوتاجاز من فوق تبقى النار عالية في البداية، بعد كده نخلي النار متوسطة، لأن تسوية نار البوتاجاز غير الفرن. الفرن بيبقى عايز نار عالية جدا جدا عشان الفطيرة تستوي وتبقى طرية، لكن التسوية على نار البوتاجاز من فوق مش عايزة نار عالية، لأن الفطيرة هتتلسع وهتبقى نية من جوه. فلازم الأول نخلي الفطيرة تشمع، بعد كده نخلي النار متوسطة أو أقل من المتوسطة شوية. ولو لاحظتي ان المادة الدهنية اللي في الصينية مش كفاية، تقدري تزودي معلقة او معلقتين زيت علشان الفطيرة ما تتلسعش. كده انا سويت 3 صواني مع بعض واربع صواني كمان في نفس التوقيت، لان انا فردت كمية الفطير كلها في الصواني، ودي من الطرق السهلة قوي اللي بتخليني اسوي الفطير في كام دقيقة، ما بياخدش وقت. واول ما بياخد لون ذهبي من الناحيتين بحط الفطير فوق بعض، كل ما بطلع واحدة مستوية بحطها فوق التانية، وبقلب عليهم صينية علشان حرارة الفطير تحافظ عليه يفضل طري. رجعت بقى للفطيره الكبيره اللي انا عملتها في الاول، لان بعد ما حطيت الكورتين العجين مع بعض حطيتهم في الصينيه وسبت العجينه ترتاح شويه، علشان لو كنت فردتها ما كانتش اتفردت معايا. كده بعد ما فردتها هسويها، وبرضه هسويها بنفس الطريقه وبنفس التفاصيل، وهي دي الفطيره الكبيره. كيلو دقيق عملت منه كميه حلوه قوي قوي، والطريقه زي ما شفتوا طريقه الفرد سهلة قوي، مش عايزين مساحة كبيرة. كمان طريقة التسوية سهلة قوي، وأنصحكم بالتسوية على نار البوتاجاز من فوق، للفرن الفرن عنده مش مظبوط الفطير ممكن ينشف منه، لكن نار البوتاجاز من فوق مش هتخلي الفطير ينشف خالص. أول ما ياخد لون ذهبي من الناحيتين بنفس التفاصيل اللي شفتوها دي، نار عالية في الأول لمدة دقيقة، بعد كده بنخلي النار متوسطة أو أقل شوية، ونخلي الفطيرة تشمع، بعد كده نقلبها مجرد مرتين ثلاثة، نقلبها هتبقى باللون الجميل ده، وهتعملي أحلى فطير مشلتت في البيت طري ومورق جدا جدا من غير تفاصيل كتير قوي في التحضير. العجينة ما خدتش وقت ولا مجهود، طريقة الفرد ما خدتش وقت ولا مجهود، ولا كمان طريقة التسوية. بالشكل ده هتعملي فطير مشلتت في البيت كل يوم بأسهل طريقة ونتيجة ممتازة، وإن شاء الله لما هتجربوا طريقتي هتعجبكم.